السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ديما تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت غنشارك معكم واحد الروتين اللي هو عنايه بالبشره. تحط على المشاهدين لقيتي خلاني في التعاليق قال خاصك تشاركي معنا، وهذا تحط الطلب ديالكم ومرحبا بكم. بقاو معايا باش نشرح لكم هاد المكونات اللي غادي ندير. المكونات الاولين هما اللي غنديرهم اللي هما ساهلين. راه سبق لي شاركت معاكم واحد الفيديو شحال هذا، لا راجعتوا الفيديو راه تلقاو حتى هو الاعتناء بالبشره. دابا غادي نشرح لكم هاد المكونات اللي هما ساهلين وكاينين اكثر اللي تكونوا موجودين في الدار. اللي هو المكون الاول هو الخزامه، تقريبا 4 معالق كبار ديال الخزامه. هنايا الورق، هنايا الحليب نيدو، وضالو نصوص على بركه الله بسم الله. هنا كي قلت لكم 4 معالق ديال الخزامه غنديرهم في 4 كيسان تاع العنبه حتى 3 كيسان ديال العنبه بسم الله. هنا تقريبا معلقه كبيره ديال الورق. هادو غادي نمشيو نطبخهم تقريبا واحد 3 دقائق. وهاد الثومه معايا بسم الله. بعد ما رديت هادوك جوج مكونات غلاو فوق النار واحد 4 دقائق، غادي ننظف وجهي بالماء ورد. نظفو مزيان بحال هكا بهاد الطريقة هادي خوتي، سمحوا لي راني مع السيف. عرفت اي مع كنخرج الشمس كان عندي شي غلط كنت كنقضي مع الادارات ونقسمو بلا. دابا راه شي شهرين وانا غادا جيت الشمس. كان وجهي راه شفتوك في الاول ديال الفيديوهات كيفاش كان. هاد الايام درت كتشد ليا فيه الشمس، مبقاش درت هاد سميتو هاد الوصفات المكونات. راه كاين بهاد الطريقه هادي وكاين اللي رجبتو الفيديوهات الاولين راني شاركتهم معاكم، وغادي اللي عجبتكم يا هادي هاد سميتو الوصفه اللي درت دابا ولا اللي في الفيديو السابق، واللي عجبتكم فيها غتختاروها. كلهم ساهلين وزوينين، خاص الواحد يعتني بالبشره ديالو بحال هكا. نظفوا الوجه ديالكم بحال على الطريقه هادي. هذا راه المورد، ها القرعه ديالو ها هي، ديك الريحه ديالو في النار تاع في واحد الريحه بزاله ولا دايره في هاد كتقول لها بخاخه باش كتقول لها الشاش على الطريقه. كندير لي بحال هكا باش تاخذوا القياس اللي بغيتو. بحال كنظفوا وجوهنا مزيان بحال بحال مزيان هكا بهاد الطريقه. نحط الطلب ديالكم المشاهدين، اي حاجه كتبتها لي في التعاليق كنشاركها معكم. ومرحبا بكم، شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه. دابا هاد الوجه كتنظف مزيان بحال هكا بالمورد، ما دير حتى شي حاجه. بعد ما تنظف بحال هكا على الطريقه هذه غنتسناو هادوك المكونات يغلاو. وهاد الثومه معايا، بعد ما غلات هذيك الخزامه والورد غنديروا لهاد الفوطه بحال هكا بسم الله. غنديرو بحال هكا ونغربرو الوجه ديالنا بحال هكا مطاو، ونخلو دوك البخار يطلع مزيان حتى كنحسو بالوجه ديالنا عرق ودوك المسامات تحلو على هاد الطريقة هادي. هانتوما المشاهدين وجهي كيولا ها هو عرق، شفتو كيولا؟ دابا غادي نشدوه هاد الخلطة هادي لي نوريكم الثانية بسم الله. هنايا كاينة معلقة تقريبا قياس ديال معلقة كبيرة ديال النيدو، هنا دارو نصوص بسم الله. تقريبا معلقة كبيرة ديال النيدو، ثلاثة المعالق ديال دارو نصوص. غادي نشدو نخلطو مزيان على الطريقة هادي مزيان، كيندمج مزيان. علاش درنا هاد سميتو الخزامة والورد؟ ومسحت وجهي نظفتو بالورد بالما ورد، ودرت هاديك بخرتو بيه باش هادوك المسامات مع السخونية تحلو، باش المسامات يتقبلو هاد الخلطة اللي غادي ندير، هاد الماسك اللي غادي ندير باش البشرة تستافد من باش البشرة تستافد من هاد الماسك. الا درناه هو على وجهنا ما درتناه مفضوش بهاد الطريقة،
هاد سميتو الماسك اللي غندير ما غتستافدش منه البشره. غتبعوا المشاهدين والله الا راه هو صافي زوينين هادو كنعطيكم راه زوينين. انا مجرباها، انا راه كنحط غير الحاجه هي اللي كنكون اثناء مجربه ومعاوداها وناجحه 100%. دابا بسم الله شو المشاهدين هادشي كله على قبلكم والله العظيم وتحت الطلب ديالكم، ومرحبا بكم المشاهدين. سمحوا لي الشراء مش غايبه لكم في الليل، انا يعني بالنهار كان عندي واحد الغرض مهم ما ساليتش. تخدموا بالطريقه بحال هكا ترى زوين 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 زوين. انت كتحسوا فاش كتغسلوا وجوهكم وتساليو الوجه ديالكم كتحسوا بالشراء ولا ترطبه. ايوا المشاهدين بعد ما كملت وجهي ها هو خدمت هاد البلاصه اللي عريانين، وسمحوا لي مع الزيف راه سميت المهم البلاصه اللي عريانين صوبتهم. هاد الشيء اللي بقى غنديروا ليه ديا الشيء اللي شاط ما خاصوش يضيع. عرفت راه كنرطب البشره من داك الشيء والله العظيم غنديروا ليه يدينا كيرطب وكيفتح في نفس الوقت من داك الشيء زوين. وحتى اللي بغى يخزنوا مثلا هذا اللي بغيتي ديري في البلاستيك كتغلفيه وتخزنيه في الثلاجه حتى الغد وتخدموا به ماشي مشكل. شحال يقدروا يديروا هاد الماسك من مره في السيمانه باش يعطيهم النتيجه؟ جوج مرات راه زوين. راه كنت في هذاك الفيديو السابق المشاهدين اللي رجعتوا الفيديو راه غتلقاوه، راه درت الكوماج ديال الروز، الكوماج ديال الروز ودانو النصوص وكنت عاودتو بين يدو تواه زوين 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 تواه غزال. هذاك علاش ما ديرش وجهك يكون هذاك نظيف؟ هاد القماش خاصو يدار على الوجه شويه موسخ باش يحيد هذاك الوسخ ودوك الناس دوك المسامات يتحلو. دابا يلا ندوش وجهي نقي، ما بغيتش ندير هذاك سميتو الروز، درت البخار ديال الخزامه والورد. هادو بجوج زوينين المشاهدين اللي جاتكم في سهله وعندكم موجوده في الدار، ماشي شي حاجه غاليه ولا ارخص زعما. حتى هذا شحال؟ 5 دراهم ياك؟ انا ب 5 دراهم هذا راه تخدموا به تقريبا حتى 15 يوم حتى معلقه قدروا يحتفظوا به. تحتفظوا به دابا هذا هو حليتو غادي شدوا به من قبل ديال الصابون راكم عارف لك شدوا به الحوايج في الحبل باش ما يضربوش البرد. هذا غنخليوها ورديت لي الغطا ديالو ديرو في الثلاجه كل نهار تجبدو، ماشي كل نهار مرتين في السيمانه راه يبقى واحد المده طويله ما تيخسرش. ما واخا في التاريخ يعني ماشي شي حاجه غادي ناكلوها واخا يبقى، انا كنبقى عديت 10 ايام وكنديرو انت غير ماسك واخا في التاريخ ديالو ماشي مشكل. ايوا المشاهدين نعطيكم غير الحاجه اللي هي ساهله والله العظيم. عاود ملي كنخرج ديال ايام الشمس ولا شفتو لحد فين كتطاشي لحد البلاصه العريانه كلها سمارت وجهي ويديا، ولكن راه شهرين ديال المعاناه ماشي سهله والله العظيم. مع كنا كنصاوب في الوراق ديال الطوموبيل كيف راه ثابتو كلشي شفتو كلشي في الفيديو تعرفوا الاضاءات والتخصيص. وهنا رجع في العشيه سيرو حتى الغدا وجي وسيرو حتى السيمانه الاخرى غادي نجي من الشمس. كنخرج من 9 الصباح والله العظيم ترجع حتى لوحدة النهار. راه ترى شهرين راه ماشي ساهل وانا غادي جايه في الشمس. راه كلشي الاخوات هما اللي طلبوا مني خلى لي في التعليق من لي الله ديت القناه خاصك تشاركي معنا الوصفات ديال البشره وجهك صافي شنو كديري لي شاركتهم معاكم. ولكن دابا مع الشمس هانت والله العظيم كاين هذاك الشمط راسي من هنا البلاصه اللي عريانه كلها سمار شدت فيها الشمس، ولكن الحمد لله كلشي حيد لاصق الصحه والسلامه. او خاص واحد مره مره يعتني براسو ماشي عيب. ما نقلوش حنا غير الصابون والحكان والفريك والحاجه نعطوها وقتها والحاجه نعطاو دايرين قبل. حنا غير الصابون السياق السواج المارشي طيب اعجن من السنة باش ما كديش وقت بزاف بحال انا دابا الليل هذا عرفت راه شي 10 الليل هذه ما ساليش خارج رجع على واحد الغرض مهم. ايوا دابا عاد راه ماشي مشكل واحد حتى يبغي العس ويدير داك 10 دقائق ياخذهم وقتو ماشي عيب. البشره تاعي راه بحال شي جرده تتسقوها وتتهلاو فيها وتدورو بها كتعتنو بها كتبان لك فتحه وخضره وكتبان لك النهار على نهار كيتزادها نور على نار. راه كوك البشره هملتيها راه مشات هملتي راسك راه الوجه ديالك كيكحال كتشد فيه الشمس تيولو فيه بقع السوداء
كيولو فيه الحبوب، كيولو فيه التجاعيد. شحال من حدود كتلقى عندها 20 عام 24 عام انا كنعرفهم، تلقى وجهها كله التجاعيد. حيت ما ما كترطبش كاين الوجه، الوجه تيبغي ترطيب. الكريمات، يبغي هذوك سميتو الماسكات، يبغي وخاصو واحد يعتني براسو، ماشي مشكل وماشي عيب. هي جوج واحد خاصو يعتني براسو، كل حاجة عطاها وقتها. حنا الحمد لله عندنا الوقت، صح غير تقول لك ما كنساليش العودة، غتبقى تتفرج في التلفازة. مسلسل في هذاك الفيلم كيكون في ساعة 35 دقيقة أو ساعة إلا ربع، كتحل فمها في التلفازة، في التلفازة تفرج. لا ما تفرجش أنا في التلفازة، هادوك اللي كنتفرجو فيهم أصلا راه مطهلين في روسهم، وكيتخلصوك شدو في الصحيحة. العود من هاديك غناخد هاديك الوقيت ونعتني براسي نديها في راسي، ماشي مشكلة. أخوات البنات مرحبا بكم على الدكة ليا حرات، عطيكم غير الحاجة اللي ساهلة. ها نتوما دابا غتبقاو معايا حتى لاخر تقريبا شحال، تقريبا نخليه واحد 20 دقيقة ولا حتى 10 دقائق تقريبا. اللي ما كانش نزيد خلو حتى 20 دقيقة، نخلو حتى الساعة. يعني ماشي شي حاجة اللي غادي تضر بيه البشرة ولا شي حاجة، راه زوين ومفيد بزاف بزاف. ايوا المشاهدين دابا بعدنا فات تقريبا شحال 12 دقيقة، شوف راه تخلوه حتى ساعة، نص ساعة تخلوه حتى ساعة الا ربع، حتى ساعة، راه زوين زوين زوين. هاد بالخصوص مازال ديال الروز، لا ديال الرز غير بدا كينشف شوي، خاصكم ديروا الكوماج وتحيدوا النص ديال الروز. اما هذا حترطب زوين، هذا بحال الكريمة، كنديروه على الطريقة بحال هك. انا دايره الزيت كنوريك مرة الطريقة البنات، اخوتي اخواتاتي كيفاش تخدموه. بحال هكا غنشدو هادا تا هو يدينا بحال هكا، نديرو هاد العملية بحال هكا على شكل دائري. عرفت راه كارطب اليدين مزيان وكيفتح البشرة، كيولي يديكم بيضان. غير ديروها تبعوه، والله القاسم راه غادي يعجبكم والله. هانت انا بلا غنمشي نغسل وغتشوف يدي، راه غايبان ليكم الفرق. دابا هنا ما بين فنكين الما كانو لهنا ما وصلتوش، ملي غادي نمشي نغسل غنحيد المعدن وغتشوفوا هذا الفرق ما بين هنا وهنا، باش يبان لكم مزيان وغادي تشوفوا راه زوين. كترطب البشره زوين وكيفتح اللون، كيحد داك السموريه. حتى الناس اللي مع البحر هكا في الصيف راه عارفين، مع الشمس ومع البحر البشره ديالهم كتشوط وكتصبغ لها الشمس، كيولوا سمرين. يديروا غير هذه الخطه، هذه هاد الماسك بحال هك، وديما الكوماج. غير انا علاش ما درتش الكوماج، بدلتو بهذا حيت انا مدوشه وكي قلت لكم وجهي نقي. يعني الا درت الكوماج وديت هذيك سميتو اصلا وجهي نظيف، غادي سميتو بحال هذوك النسمات غتحلو بزاف وغيولي يعطيني، وكيعطي واحد اللون كيولي مزنق بزاف كيحمار. دابا انا درت غير هذا كيف وريتكم، هذاك البخار ديال الخزامه والورد، زوين زوين زوين. نضفتو كوريتكم قبل بالمورد، ودرت هذاك البخار كيما شفتو باش تنظف الوجه وتحلو دوك المسامات مزيان. تحلو عاد درت ليهم هذا الماسك اللي كرا شي حاجه زوين. وبالنسبه كي قلت لكم ونعاود ثاني نشرح لكم اخوتي، انا كنبغي نوصل الحاجه نصح مزيان مزيان مزيان، مش كلشي فهمني. كي قلت لكم الكوماج ديال سميتو الراز راه كدار على الوجه يكون مصخ، تكون مثلا مدوشين باش 3 ايام ولا 4 ايام، ما ديروش نفس النهار اللي كدوشوا فيه. كيدار ما تنظفوا لوجهكم لا والو، هذاك ما كتنظفوش الوجه مباشره، كديروا مع دانون السوس وديروه تخلوه تقريبا واحد 10 دقائق. المهم غير ما يبان لكم بدا كينشف، ما تخلوش الكريم بزاف، عيب لكم بدا كينشف غتبداو ديروا بحال هكا هكا على شكل دائري، هكا 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 على وجهكم سميتو البلاص كلهم هنا اللي صابغاهم الشمس. وعاد تغسلوه بالماء دافي وما ديروا لا صابون لا والو، نشفوه وتعاودوه بالمورد. وعاد كديروا هاد الماسك اللي درت انا دابا ديال النيدو ودانون السوس، عطر زوين مرطب وتفتح البشره، كتولي البشره ها والله العظيم. ايوا الاخوات اللي في التعليقات الدكاليه شاركي معنا، شوفوا شي وصفه ديال الوجه ديال البشره. ها نتحط الطلب ديالكم، مرحبا بكم، طلبتو غير ساهله. دابا انا غادي نوض نمشي نغسل وجهي وهنا معاكم. بسم الله، ما غسلت وجهي ها هو.
نقيتو يديا تامه هانتو شاد البلاصه اللي كانت تبان ضرب مع الليل واش كيبان لكم مزيان واحد البلايصه ها هي هنا كتب هذاك المسمر ما وصلش لها داك سميتو الماسك هايدي هي كيولاو عجربوا خوتو والله ما تخافوا شفت تبارك الله كيولاو يعني شفت الاول كيفاش كانوا البشره كتبان فتحه وبياضه دابا غنشدو ننظفو الوجه ديالنا بالموارد عاوتاني نديرو ليه بحال هكا نخلو بحال هكا حتى نشف مزيان ونمشيو نعسو صافي ما عدنا نغسلو ولا نديرو ليه حتى شي حاجه اليدين ديالنا تامه هك انا الورد راه غزال خدو بحال هاد الماركه هادي راه زوينه ممكن نخدينا زين بهادي معرفت ما الورد ديال قلعه مقونه ما ورد ديال قلعه مقونه ها هو راه غزال 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 زوين ولي كنديرو حنا راه كانت القرعه عامره كنخدمو بيه وفي واحد الريحه ديال الورد يعني زوينه حقيقه ماشي مزور ولا شي حاجه نديرو اليدين ديالنا تامه بحال هك هذا غير كانت عندي واحد القرعه كان فيها شي برودوي شديتها غسلتها مزيان ونشفتها كندير فيها بحال كتفخاخه زوينه كترش هذاك زوين بحال هك ندير بحال هك حتى ينشف مزيان ونمشيو نعسو ايوا نتمنوا من هالطريقه اللي وريتكم تكون واضحه بزاف بزاف وسمحوا لي المشاهدين بزاف سمحوا لي جاني النعاس عرفتي اليوم تهلا خارجه بعيده على الدار كنت كنخدم فواحد الغرض مهم كيف قلت لكم وجيت معطله ايوا المشاهدين مرحبا بكم عدد وما طلبتو غير السهله واي حاجه عجبتكم ولا شي وصفه ولا شي حاجه خلوها لي في التعاليق وشكرا لكم بزاف والناس بزاف قريت قبيله الكومنتارات جيت معطله بقيت مكاتبي لي عاودي لينا المقلب ان شاء الله يا رب الا كان خديجه مره اخرى راه غاتعيق بيا مرحبا بكم المشاهدين ان شاء الله وما تنساوش لايك 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 والضغط على المربع الاحمر واللي باقي ما اشتركش عندي مرحبا به دير اشتراك عندي في القناه باش يتوصل بكل جديد وشكرا لكم المشاهدين كاملين الاعزاء ديالي وبسلامه عليكم.